مساء الخير يا فندم، تفضل. الطاولة رقم 2 يا فندم. أكيد طبعا، اتفضل. عمرك ما تأخرت عن معادك أبدا. الحمد لله، أنا ألتزم في مواعيدي دائما. إن شاء الله اليوم نستكمل العنصر رقم 4 من عناصر الموسيقى وهو الهارموني. الهارموني، سمعت عنه كثيرا. نعم، الهارموني. الهارموني هو عبارة عن نغمات مصاحبة للنغمات التي يتكون منها اللحن الأساسي، وقد تكون هذه النغمات المصاحبة أعلى أو أسفل النغمات الأساسية، بحيث تعزف جميعها في آن واحد على شكل تآلف. اسمع معي جيدا، ده لحن أساسي منفرد من غير مصاحبة. وهذه تألفات نريد أن نجعلها مصاحبة للحن الأساسي. تعال نسمع الاثنين مع بعض، المصاحبة مع اللحن الأساسي. رائع، المصاحبة أضافت كثيرا إلى اللحن الأساسي. لاحظت الفرق عند سماع اللحن الأساسي بعد إضافة المصاحبة الهارمونية له؟ نعم، لاحظت الفرق. أيضا يجب أن تكون هذه النغمات المصاحبة متوافقة مع النغمة الأصلية، وتكون في نفس الوقت منسجمة ومتوافقة مع التألفات السابقة والتالية من اللحن. وما هو التآلف؟ يتكون التآلف عادة من 3 نغمات تعزف في آن واحد، تمثل النغمة الأولى منها أساس التآلف، أما النغمة الثانية تمثل ثالثة التآلف، أما النغمة الثالثة فتمثل 5 التآلف، ويمكن بناء تألفات على جميع درجات السلم الكبير. وهل هناك أنواع لهذه التألفات؟ نعم، هناك أنواع: تآلف كبير، وتآلف صغير، وتآلف ناقص. التآلف الكبير يتكون من 3 نغمات بينها مسافة 5 تمة، ويفصل بين الدرجتين الأولى والثانية من التآلف مسافة 3 كبيرة، وبين النغمتين الثانية والثالثة من التآلف مسافة 3 صغيرة، أي أن التآلف الكبير بيساوي 3 كبيرة زائد 3 صغيرة. اسمع معي التآلف الكبير. نجد مثلا التآلفات الكبيرة في سلم دو الكبير على الدرجة الأولى والدرجة الرابعة والدرجة الخامسة، وتكون نغمات التآلف الكبير على الدرجة الأولى من سلم دو الكبير دو مي سول، أما الدرجة الرابعة فتكون فا لا دو، والدرجة الخامسة سول سي ري. يتكون التآلف الصغير من 3 نغمات بينها مسافة 5 تمة أيضا، ويفصل بين الدرجتين الأولى والثانية من التآلف مسافة 3 صغيرة، وبين النغمتين الثانية والثالثة من التآلف مسافة 3 كبيرة، أي أن التآلف الصغير يساوي 3 صغيرة زائد 3 كبيرة. اسمع معي التآلف الصغير. وتوجد التآلفات الصغيرة على الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والدرجة السادسة من درجات سلم دو الكبير. وما هو التآلف الناقص؟ التآلف الناقص يتكون من 3 نغمات تفصل بينها مسافة 5 صغيرة، ويفصل بين كل درجتين من درجاته مسافة 3 صغيرة،
أي أن التآلف الناقص يساوي تلتا صغيرة زائد تلتا صغيرة. اسمع معي التآلف الناقص. ويوجد على الدرجة السابعة من درجات سلم دو الكبير. تذكر معي أن التآلف الكبير يتكون من تلتا كبيرة ثم تلتا صغيرة، أما التآلف الصغير فهو العكس، يتكون من تلتا صغيرة ثم تلتا كبيرة، أما التآلف الناقص فهو يتكون من تلتا صغيرة زائد تلتا صغيرة. أحسنت، أنا شاكر ليك جدا. الغدا جاهز يا فندم. يا ريت لو سمحت.